السلام عليكم طلابنا وحبايبنا هاي ورقة ختامية رقم واحد على الكيو ار تمام شو موضوع هذا الورقة هاي الورقة هي هيك عبارة عن اسئلة عشوائية تحاول انها تعمل لك ريفرش مراجعة امتحان صغير سميها اللي بدك اياها انا سميتها ورقة ختامية ليست انه هي اهم ما في الوحدة ومش انه بدرس هاي بتغنيني عن الوحدة لا بس هي مجموعة اسئلة افكارها عجبتني جمعت لكم اياها وحاطط لكم اياها اخر ايش؟ اخر هاي الوحده، نشوف هذا السؤال آه ضع دائره حول رمز الاجابه الصحيحه اي مما ياتي زخمه الخطي اكبر، قارب مثبت برصيف، شو يعني ثاء قارب مثبت برصيف؟ يعني ما دام مثبت برصيف يعني سرعته صفر فهاي في له صفر او قطرة مطر ساقطة هسه هاي الساقطة اه معناها انه لها سرعه اكيد شيء نازل هو نازل له سرعه فلذلك زي ما بتعرفوا الزخم هو بي بتساوي ام في فلذلك القارب المثبت راح يكون زخمه صفر اما قطرات الماء الساقطه او النازله راح يكون زخمها كبير اذا الاجابه الصحيحه هي قطره الماء تمام يلي بعده دراجة هوائية كتلتها 30 ومقدار زخمها 150 إن مقدار سرعتها يا يا ريت هيك كل الأسئلة بي بتساوي لي أم V هاي 150 وهي هنا 30 في ومنه في بتساوي لي 150 على 30 صفر ما صفر بروح 15 على 3 اللي هي كم يلي هي 5 إذا الإجابة جيم ثلاثة إذا تضاعف مقدار السرعة مرتان فإن مقدار الزخم اللي شو بصير فيه؟ هي البي بتساوي لي أم في فهو عم يحكي لي إنه إذا تضاعف مقدار السرعة مرتين هاي زادت مرتين شو بصير بالزخم برضه بزيد مرتين إذا الإجابة الصحيحة برضه با تعالوا نشوف حبايبي سؤال رقم أربعة وهو سؤال يعني شوي بدنا نركز بالكلام واللغة تبعته بحكي لي يقفز قصي من قارب ماله ساكن هاي المعلومة معناها انه في قارب اي بيساوي لي زيرو طيب فاصلة كتلته 400 كيلو جرام الى الشاطئ هاي كتلة مين؟ هاي كتلة القارب اللي هي 400 طيب كمل قفز قصي وين نحو الشاطئ، طب خليها ببالك المعلومة، فيتحرك القارب مبتعدا عن الشاطئ، أكيد هاي قولا واحدا أستاذ، اتفقت أنا وياك بأنه إذا كان النظام ساكن وإشي أو جزء من هذا النظام تحرك لليمين الشيء الثابت الثاني بيروح لليسار إيش يتحرك للأمام الثاني بيرجع لوين؟ لورا عشان يحافظ على مين؟ يحافظ على زخمه فبيقول لك يتحرك القارب مبتعدا عن الشاطئ بسرعة مقدارها واحد إذا V قارب F بيساوي واحد متر لكل ثانية لكنه ماله مبتعد ماله راح يكون مبتعد كمل مبتعد عن الشط اذا علمت بان كتله قصي ام قصي شو بتساوي لي بتساوي لي 80 طيب فاصله فما مقدار سرعه حركته لمين الهاء لها, لها عادي على قصي يعني انا بدي في قصي اف وبدنا نحدد مين بدنا نحدد اتجاهها وبصراحة أنا من الآن بعرف اتجاهها اتجاه قصي النهائية ما قال لك نط لوين نحو الشاطئ إذا الإجابة تبعت تحدد اتجاهه شو راح تكون نحو الشاطئ نحو مين نحو الشاطئ عشان هيك إذا بدك تلعبها صح بتطلع على الخيارات وبحذف الأشياء اللي هي بعيدة عن الشاطئ يعني هاي احذفها وعندك هاي برضو إيش بحذفها إذا أنا محتار بين ألف ومين وبين الف وبين دال طب كيف بدي احل هذا السؤال عشان احل هذا السؤال بدي اروح على الوايت بورد اكتب بالبدايه مين اكتب نص السؤال اكتب عفوا القانون شو بدي اكتب بدي اكتب القانون طيب هسه هاي كيف بدنا نشتغلها طيب خلينا عشان احنا ما نغامرش بشيء بدي الله بعيننا خلينا نكتب القانون هون بالله وهي باللون البني بصير عندنا سيجما بي اي بيساوي سيجما بي اف النظام في حالته الابتدائيه كان صفر لانه ساكن هي هون في صفر في حالته النهائيه كان عباره عن ام قصي في قصي اف زائد ام قارب في قارب اف طيب ممتاز يلا نبلش نعوض شو بدنا نعمل بدنا نبلش نعوض هي الصفر نزلناها كتلة قصي عبارة عن 80 سرعة قصي مجهولة زائد كتلة القارب 400 سرعة القارب عبارة عن ايش؟ عبارة عن واحد طب انقل 400 للصيد الثاني شو بتصير عندك؟ بتصير عندك سالب 400 تساوي 80 في قصي اف عفوا عفوا 80 على 80 على 80 مغير اللون بس على 80 على 80 بصير عندنا في قصي اف بتساوي لي 400 على 80 اللي هي سالب 5 متر لكل سكند اذا الاجابه الصحيحه اللي هي د طب ماذا تعني الاشاره السالبه تعني الاشاره السالبه بان سرعه قصي النهائيه عكس سرعه القارب الابتدائيه فهاي كانت مبتعد فهاي ايش راح تكون عفوا أه وين كنا اه فالقارب كان مبتعد فبالتالي قصي راح يكون ايش نحو الشاطئ شو بده يكون نحو مين نحو الشاطئ اذا الاشاره السالبه بتعني انه سرعه القارب النهائيه هي عكس سرعه قصي ايش النهائية واحدة مبتعد والثاني نحو مين؟ نحو الشاطئ هذا السؤال مو صعب لكن كل اللعبة كانت فيها لغويا يلا نروح على السؤال يلي بعده خمسة شو بيحكي لي؟ يثني المظلي رجليه لحظة ملامسة قدي... قدميه سطح الأرض أوكي؟ فيقل مقدار القوة أكيد ما هي القانون أستاذ حكيناها ألف مرة أي إيش الضرر ألم إلى آخره أنا شو لازم إني أعمل؟ لازم إني أحاول أقلل الضرر هذا طيب شو بيقول لي هنا؟ بيقول لي إذا القوة قلت المعدل الزمني للتغير في الزخم ويقل حبة حبة. شو معنى المعدل الزمني للتغير في الزخم؟ شو معنى هاي الكلمة؟ هاي الكلمة معناها القوة. يعني كأنه الخيار اللي هو ألف. بيقول لك القوة بتقل وهذا الحكي اللي مكتوب أصلاً بيقول لك يقل مقدار القوة فالجواب رح يكون ألف طلعوا ما أسهل وما أتفه السؤال بجزء أنت مصدوم صح؟ قديش أنه السؤال يعني أنت انصدمت منه هاي إجابة أول خلينا نصغرها الإجابة بس كانت الفكرة أنك تعرف تلعب بالإيش؟ تعرف تلعب بالمصطلحات اذا الاجابه كانت الف طب كم الخيارات المعدل الزمني للتغير في الزخم يزداد هاي معناها يعني هاي لو بدنا نترجمها هاي معناها انه الاف بتقل طيب با معناها انه الاف بتزيد طيب جيم التغير في الزخم الخطي بقل يعني دلتا بي بتقل وهذا الحكي غلط ليش لانه حسب هذا القانون انت بتزيد الزمن فبتقل القوه وهذا ثابت هذا ماله ماله ثابت التغير في الزخم الخطي دال اللي هو يزداد وبرضه غلط برضه ايش وبرضه غلط فالاجابه يا اخوان اللي هي فقط الف طيب نشوف مع بعض سؤال ستة سؤال ستة بيقول لي يبين الشكل التالي سيارة بتتحرك بسرعة 27 متر لكل ثانية زي ما انت شايف الـ VI 27 وموجبة لأنها لليمين فتصطدم بجدار فتتوقف يعني الـ VF بتساوي صفر ممتاز تعمل الوساده الهوائيه وحزام الامان على ابطاء السرعه فعلا يعني اللي هي ابطاء القوه بحيث يستغرق الزمن 2.5 تي او الزمن 2.5 ليتوقف عن الحركه فتكون القوه المؤثره في الجسم قديش اف اذا ما استخدمنا حزام امان الزمن شو بتتوقع يكون فياته في الزمن بيكون اقل شو الزمن بده يكون؟ الزمن يكون اقل، هي واحدة من النتائج لازم تستنتجها، لو طلعنا على السؤال فوق واحد قال لك شو الفرق بين استخدام الوسادة الهوائية وعدم استخدام الوسادة الهوائية؟ الوسادة الهوائية تجعلك أو تعمل على زيادة الزمن وتقليل مين؟ وتقليل القوة، فعشان هيك فعشان هيك بوجود الوسادة الهوائية الزمن كان اثنين ونص بعدم وجودها اثنين بالعشرة اذا هذا الاستنتاج المهم ببين لك دور او وظيفة الوسادة الهوائية انها زيادة زمن التلامس شو الهدف؟ عشان تقل القوة طيب فهون بيقول لك اذا فيش حزام امان اثنين بالعشرة سكن فتكون القوة المؤثرة شو؟ اول اشي اذا القوة اخواني كانت واحد اف وهذه القوة هي القوة الذي أثرت على السائق بوجود حزام أمان طب اذا ما كان في حزام امان القوه هاي لازم تزيد اوكي شو لازم لازم تزيد فبالتالي اطلع على الخيارات كلها كلها كانت اكبر من واحد وانتبه لو كان بالخيارات شيء اقل من واحد اف كنت لغيت دايركت. ليش؟ لانه استنتجنا انا وياك استنتاجين واكتبهم عندك ملاحظه يلا بوجود الوساده الهوائيه زمن التصادم يكون اكبر ومقدار القوه اقل تمام؟ اكتبهم عندك اثنين بعدم وجود الوساده الهوائيه الزمن يكون اقل والقوه شو بتكون؟ والقوه بتكون اكبر، طيب الان انا وياك شو مطلوب منا نعمل؟ مطلوب منك صديقي العزيز انك انت تدور زي هيك معطيك الان هو ايش معطيك؟, معطيك. الزمن ومعطيك الواحد أف. صح؟ طيب وهون شو معطوك؟ معطيك عفوا 2 بالعشره سكند وطالب منك شو وضع الايش؟ وضع القوه. طبعا انت بتعرف في هاي المساله تبعت حزام الامان والى اخره او القانون اللي احنا بنستخدمه هنا بنلعب على وتر انه هذا التطبيق اللي هو اصطدام سياره بجدار او الى اخره، هذا التطبيق تغير في الزخم شو بيكون؟ بيكون ثابت، يعني الاي بيكون ثابت، حلو جدا. لو ترجع على الشرح قلنا انا عندي احتمالين يعني يا القوه بتكون ثابته يا دلتا بي بتكون ثابته دلتا بي بتكون ثابته باي شيء فيه ضرر الم الى اخره الاف بتكون ثابته لما استخدم زي ما حكينا والله عربة تسوق أه بدي اثر بالجسم بقوه ثابته لمده معينه اما عدا ذلك بكون التغير في الزخم ايش بكون ثابت طيب ما دام الاي ثابته يعني بقدر احكي انا وياك اي وجود وساده يساوي اي عدم وجود هون انت بتعرف على جنب انه الاي بشكل عام هي اف بتي طيب هسا اي وجود وساده هوائيه هاي صديقي العزيز قديش القوه فيها هو حكى لي انه اسمها اف طيب مضروبه قديش الزمن هون في عندنا معطيات دلتا تي وجود وسادة وعندنا دلتا تي عدم وجود الوسادة يلا هنا بوجود الوسادة كانت اثنين ونص بعدم وجود الوسادة كانت اثنين, وعش... اثنين بالعشرة فهي هنا اثنين ونص تساوي هذا قوته مجهولة أنا لسه مش عارفها اف عدم وجود وسادة مضروبة بقديش ب بالعشرة طيب ممتاز أنا كل الحفلة اللي أنا عاملها عشان مين؟ عشان أوجد هذا الإشي عشان أقدر أوجد هذا الإشي شو بدي أعمل؟ بدي أقسم الطرفين على 2 بالعشرة بتروح وهاي على 2 بالعشرة فصارت عندنا F القوة أثناء عدم وجود وسادة هوائية شو بتساوي لي؟ 2.5 على 2 بالعشرة، فاصلة مع فاصلة بتروح 25 على 2 اللي هي 12.5 أف وهو ايش؟ وهو المطلوب، إذا القوة أثناء عدم وجود وسادة هوائية بتساوي لي 12.5 ايش؟ 12.5 أف، إذا الإجابة الصحيحة اللي هي با الإجابة الصحيحة اللي هي مين؟ اللي هي با ونروح على السؤال اللي بعده كت <تصفح> <تصفح> اثنين سؤال الثاني رمى الدعاء كرة كتلتها 18% كيلو جرام أفقيا بسرعة مقدارها 20 باتجاه محور إيش إكس الموجب هاي العشرين هي عبارة عن في آي وفي آي تساوي لي موجب 20 لها أه نحو إكس الموجب فضربتها صديقتها مريم بالمضرب حيث ارتدت حيث إيش أستاذ ارتدت وبتعرف شو معنى ارتدت ارتدت معناها السرعة النهائية رح تكون ايش عكس اشارة الاولى الاولى كانت موجبة اذا هسه حاليا السرعة النهائية اللي هي الثلاثين رح تكون في اف عبارة عن سالبة اجب عما يأتي احسب مقدار التغير في الزخم جاهزين فباجي هون باجي بقول كالتالي دلتا بي بتساوي لي ام في اف ناقص في اي اوكي يلا بس هذا السايد اخليه له معطيات هي موجب 20 في اف عباره عن سالب 30 والكتله على ما اذكر كانت 18% كيلو جرام فباجي هون هي 18% افتح قوس في اف عباره عن سالب 30 ناقص 20 فبيطلع معنا 18% مضروبا بسالب 50 فالإجابة دلتا بي تساوي لي صفر بروح مع هاي فبتصير واحد فاصلة ثمانية ضرب سالب خمسة اضرب على خمسة بثمنتاش قديش طبعا خمسة بعشرين قديش مية طب خمسة 18 شي منها خمستين فبتصير هنا تسعين ومع الفاصلة فبتصير هنا سالب تسعة كيلوغرام دوت متر لكل ايش لكل ثانية اوكي هذا بالنسبه للسؤال الثاني اذا ملاحظين صارت الامور عندنا خلص سهله سهله كثير ليش انه احنا خلص تمكننا من هذا الكلام ما في طالب الان عم بيحضر في هون الا انت متمكن وحاطط بجيبتك كل هاي الافكار لكن انا واثق زي ما انت شايفني الان انه بجوز اخطائك او الاشياء اللي بتوقع فيها انت حاليا هي امور رياضيه اما اتحدى اي طالب فيكم ما عم بيحضرني الان ومش عارف ليش هاي مثلا سالبة مش عارف ليش استخدمنا دلتا بي القانون يلي قبل شوي حطيته مش عارف السؤال يلي فوق ليش الاتجاه تبع السرعة تبع القارب كان عكس اتجاه القفز تبع الشذا فيش ولا طالب أتحدى لكن في عندي طالب ممكن مش عارف سالب 30 ناقص 20 انها سالب 50 اه ممكن يا علمي ويا صناعي ما في عندي اي مشكله تمام لكن من حيث الافكار فهذا كله ايش انت كاي طالب متبع معي لازم تكون متمكن منهم ايش؟ مليون بالمئة. طب ب احسب مقدار الدفع المؤثر على الكرة وأحدد ايش؟ وأحدد اتجاهه. طبعاً هنا طلب مني احسب مقدار الدفع المؤثر وين؟ المؤثر على الكرة. بس نرجع نكرر بس قراءة السؤال، رمى دعاء كرة كتلتها 18 كيلوغرام بسرعة 20 فضربتها صديقتها مريم بالمضرب حيث ارتدت الكرة بالاتجاه المعاكس بسرعة مقدارها 30 احسب مقدار التغير في الزخم الخطي للكره وهنا بده الدفع المؤثر مين برضو على الكره فهون لانه طلبني الدفع المؤثر على الكره فهون بيكون نفس التغير في زخم مين الكره وزخم الكره لسه قبل شوي طلعنا سالب 9 كيلوغرام دوت متر لكل ايش لكل ثانيه يبقى الاتجاه تبعه نحو إكس السالب، نحو شو أستاذ؟ نحو الإكس السالب، هذا بالنسبة إلى فرع باء جيم، إذا كان زمن تلامس الكرة والمضرب 6 بالعشرة سكن، احسب مقدار القوة المتوسطة ال التي أثر بها المضرب في الكرة، طيب، اف المتوسطة، اف متوسطة هي نفس الدفع الكلي أو دلتا بي، واي هنا دلتا دي يبقى اف متوسطة بتساوي لي 9 او سالب تسعة على ايش؟ على دلتا تي اللي هو اعطاني اياه اللي هو ستة بالعشرة ستة بالعشرة انا جاي عبالي اضرب بعشرة بعشرة ليه جاي عبالك هيك عشان اتخلص من الفاصل اللي تحت فصار سالب تسعين على ستة على ثلاثة على ثلاثة هاي ثلاثة وعلى هاي هنا سالب 30 سالب 30 على 3 اعزائي على هون عفوا على 3 هاي 2 صح سالب 30 على 2 فبتصير اف المتوسطه عباره عن سالب 45 وهي نيوتن والاشاره السالبه بتدور على الاتجاه تمام عفوا سالب 30 على 2 اللي هي 15 شمالنا هي هون 15 عبارة عن سالب 15 نيوتن سؤال آخر أحلل عند تحرك سيارة في مسار دائري بسرعة ثابتة مقدارها فهل يتغير الزخم؟ يا أخوان الحركة الدائرية الحركة الدائرية لو أجي أي حدا بده يشوف تجربة على الحركة الدائرية على اعتبار أنه هاي دوارة الحركة الدائرية تتميز بأن السرعة تبقى ثابتة الحركة الدائرية بتتميز بشغلتين مقدار السرعة ثابت وهنا شغلة ثانية اتجاه السرعة المماسية متغير أستاذ كيف يعني؟ يلا تعال أورجيكم يعني هون دائرية بدها تدور هيك مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة هي الها في وهيك الها في وهي هيك لها في وهي هيك لها في فعزائي هون صحيح انه كلهم هاي في 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 لكن من حيث الاتجاه مختلفات مثلا هاي للاعلى موجب هاي لليسار سالب هاي لتحت سالب هاي مثلا موجب فلما تيجي تحسب التغير في الزخم اه وزي ما بتعرف انه التغير في الزخم دلتا بي هاي. ام في اف ناقص في اي فهون الفي اف والفي اي اللي اتجاههم واشارتهم تتحدد من اتجاه اه بغير لك التوتال تبع التغير في الزخم لكن حذاري عشان يكون احنا صحيح حلنا مليون بالمية بدك تعرف اه انه كم لفة لفت لانه فعليا لما يجي مثلا حدا يسألك مثلا كيف انت سلوكك تقول له والله تغيرت 360 درجة هذا انك بتفهمش ليش لانه 360 درجه معناها انك رجعت لمكانك عيدها عيدها مثلا هاي المستوى الديكارتي لما اقول انا مثلا والله إيه ما شاء الله على احمد احمد تغير 180 درجه كان هون مثلا هاي هون اي بعد 180 درجه صار هون بي فاه ممكن يكون تغير بدل ما كان فاشل صار ناجح تمام فتغير 180 درجه لكن لما اجي احكي لكم والله احمد ما شاء الله تغير 360 درجه الناس بتفكر انه اوه هذا احمد مبدع مش 180 درجه تغير تغير 360 درجه هاي هبده محترمه لانه 360 درجه شو معناها معناها انه ما تحركش ما تغيرش وصلت فلذلك لما واحد يقول لك انه جسم تحرك حركه دائريه اه وتحرك دوره واحده اه تحرك دورة واحدة أو دورتين أو ثلاثة أو أربعة إنه عدد صحيح من الدورات فالتغير في الزخم يساوي لي صفر تمام إذا التغير بالزخم يساوي لي صفر عندما يتحرك جسم حركة دائرية ها بين قوسين تكون عبارة عن دورات كاملة أما أي شيء غير هيك لا بكون في تغير مثلا واحد يقول لك والله تغيرت أنا ثلث أرباع الدورة تغيرت 180 درجة تغيرت 90 درجة تغيرت ربع دورة ثلث دورة آه دورة ونص هون كله إيش في عندي دلتا بي أما متى دلتا بي بتساوي لي صفر في الحركة الدائرية لما أقول لك تغيرت دورة واحدة تغيرت لفتين تغيرت ثلاث لفات أربع لفات ليش لأنه مثلا هاي اللفتين برضه رجعت لمكاني ثلاث لفات راح ارجع مكاني اربع لفات راح ارجع لمكاني زي مبدا الزوايا يا شباب ال 360 اخت مين اختي 720 وهكذا تمام ال 1080 اخت برضه 360 فهدول خليهم ببالكم انه تغير بالزخم يساوي لصفر لو كانت الحركه الدائرية آه ممكن يساوي لصفر مش دائما الحل اللي قبل شوي شرحت لكم اياها إنه أه ما دام حركة دائرية فدلتا بي رح يكون لها قيمة، لا مش دائما إذا كانت دورات كاملة فالتغير في الزخم بيساوي لي إيش؟ بيساوي لي صفر. نرجع. أربعة تتحرك عربة بسرعة ثابتة، حيث كان مقدار زخمها الخطي 12 إذا أضفت أثقالا إلى العربة بحيث تضاعفت كتلتها مرتين مع بقاء سرعتها ثابتة، كم يصبح زخمها؟ يا سلام. سهلة. بي بتساوي لي ام بفي، في ثابته هي اكس، ام زادت مرتين اذا بي زادت ايش؟ برضه مرتين، طب بي القديمه كانت 12، ضاعفتها مرتين فباجي هون بحكي بي2 بتساوي لي 2 بي1، يعني 2 ضرب 12 فالاجابه راح تكون 24، شو الاجابه؟ 24، 5، احلل واستنتج باختبار مستوى الامان في السيارات وفاعليه الوسائد الهوائيه واحزمه الامان توضع دميه مكان السائق. ثم يجري تعريض السياره لحادث اصطدام بحاجة كل هذا الكلام لسه على الفاضي كما هو موضح في الشكل اذا علمت ان كتله السياره اها وسرعتها قبل الاصطدام 15 متر ايش آه غربا يعني خلينا بالله نحطهم برا المعطيات هاي هنا ام عباره عن واحد ب 10 اس 3 في اي اللي هي قبل الاصطدام حكى لي تحركت نحو الغرب كانه سالب 15 وينها اه هي غرب وسرعتها بعد الاصطدام اللي هي 3 شرقا في اف 3 شرقا يعني موجب 3 كمل وزمن التلامس بين السياره والحاجز 15% سكند دلتا تي 15% اي سكند احسب طبعا نبين معاكم الورقه الختاميه او النقاشيه هاي بس خاصه بشبيه الدرس الاول اه طالب مني الدفع الذي يؤثر به الحاجز في السياره فطلب مني اي الفرع الاول طلب مني الحاجز على السياره واحد اي حاجز مؤثر مين على سياره يبقى هذا شو بيساوي لي بيساوي لي التغير في زخم السياره فهون القانون بيحط ام سياره في اف للسياره ناقص في اي للسياره ولحسن الحظ هاي المعطيات اصلا لمين للسياره فهون قديش كتلتك يا سياره هاي يا بتتركها زي هيك يا بتظبط شكلها اقول لك والله ما انا مزبط شكلها واحد ونص يبقى 10 اس 3 افتح قوس في اف قديش في أف عباره عن موجب 3 ناقص في اي قديش ناقص 15 باي هون ناقص 15 ناقص الناقص كم اعزائي موجب فصارت هون معانا مع واحد ونص يبقى عشرة أس ثلاث ضرب 18 ضرب كم؟ ضرب 18 طب إذا بدك تدلع الأمور صغر هاي شو بتصير؟ بتصير معاي 15 يبقى 10 أس 2 ضرب 18 أضربها على جنب هاي هون العشرة أس 2

سبعة وعشرين إب عشرة أس وهي نيوتن دوت أس لأنه طلبني أي طب لو طلبتك أي سيارة على الحاجز شو بدها تكون سالب سبعة وعشرين تمام الفرع اللي بعده با القوة المتوسطة الذي يؤثر بها الحاجز بمين في السيارة فباجي هون أف متوسطة بتساوي لي اي على دلتا تي اه بس نركز على الترتيب هون اف متوسطه بده اياها حاجز على مين على السياره فلذلك اي هون شو بد تكون اللي هي حاجز على مين على سياره فنفس اللي احنا حسبناها اي هاي كانت عباره عن 27 ب 10 اس 3 وهون دلتا تي كانت عباره عن 15% بالمية. يعني هون 15 ب 10 اس سالب 2 شوية اختصارات لا بأس فيها ع تلاتة هي هون تسعة ع تلاتة اللي هو هون خمسة فأصبحت المسألة يا اخوان عبارة عن تسعة على خمسة ارفع هاي لفوق صارت موجب اثنين موجب اثنين وثلاثة اللي هي عشرة أس خمسة هيك بصير تتركها يا إما بتروح على جانب تقسم تسعة على خمسة أو شو بتحكي بتحكي في عندي قاعدة الأستاذ علمني إياها مقام جذاب ضرب 2 ضرب 2 شو صارت صارت 18 صارت 18 بالعشرة هيها 18 بالعشرة 18 على 10 ضرب 10 اس 5 اللي هي بتيجي بتحكي لي هون 1.8 ب 10 اس 5 وهي نيوتن اللي هي 18 على 10 1.8 ب 10 اس 5 او برضه الله بعينك بتدلعها وبتحكي لي 18 يبقى عشرة أس نيوتن، أستاذ ليش هذا كله بتعمله؟ لأنه لو كان السؤال دوائر وهو على فكرة يعني فكرة تضبط دوائر أه فهي هون الإجابة أعطيتك إياها بأكثر من شكل شكل شكلين وهي هون الثالث، هذا الثالث يعني أول واحد بلشنا فيه صعب يجينا على الدوائر بس هذول الشكلين للدوائر مغريات تمام؟ هيك بنكون خلصنا الورقة النقاشية أو الورقة الختامية الأولى يعطيكم الف عافيه ادرسوها كويس هاي ان شاء الله بتغطي لكم اه زي ما شفتوا طبعا ورقة الختاميه هاي افكارها ذو الحجم الوسط اه يعني ما فيها هالقدرات العليا الخارقه ولا كذا ليش لانه هاي الورقه اللي هي نمط يعني نمط الكتاب الدارج فحبيت ان اورجيكم انه الماده تبعتنا سهله باذن الله تعالى ومع بعض ان شاء الله راح نحصل على سلام الله عليكم